عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيها اكيد عن النادي الاهلي، وحلقة سخنة جدا جدا لان هنرد فيها عن كل الحاجات اللي اتقالت عن النادي الاهلي خلال الساعات الاخيرة بالحجة والبرهان وبالدليل المقنع اللي بيحترم عقل حضرتك. لكن في البداية ما تنساش دعمنا باللايك عشان نوصل لاكبر عدد من مشاهدينا الاهلوية الرجالة. نخش على طول في اول فقرة من فقرتنا. الاهلي فاز بالعشرة، خلاص الاهلي فاز بالعشرة واحتفل جمهور النادي الاهلي والحمد لله. يعني بالنسبة لجمهور النادي الاهلي احب اقول رسالة لجمهور الاندية الاخرى وبالتحديد جمهور نادي الزمالك، يا جماعة ما تقلقوش، النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي احنا ما بنطولش في الاحتفالات، احنا اخرنا يوم يومين بالكتير وبعد كده ما بنطولش في الاحتفالات. فعزيزي المشاهد الاهلاوي المحترم، كل ما يثار من مشاكل وازمات من تهنئة حسين لبيب وسحب تهنئة حسين لبيب وأزمة شيكابالا وشتيمة شيكابالا والرد على شتيمة شيكابالا والخروج للمتحدث الرسمي اللي هنتكلم عنه خلال الفيديو للتقليل من شأن بطولة دوري أبطال أفريقيا والتقليل من فريق بحجم النادي الأهلي، كل ده ما هو إلا محاولات بائسة للتقليل من فرحة النادي الأهلي وفوز النادي الأهلي باللقب العاشر في بطولة دوري أبطال أفريقيا. اللي لو نادي الزمالك بالمناسبة مثلا لو كان فاز ببطولة دوري أبطال أفريقيا كنت ممكن أنت كأهلاوي ما تعيش في المجرة دي كلها، شوف لك أي مجرة من ضمن ملايين المجرات اللي موجودة في الكون، شوف لك أي مجرة روح عيش فيها، لأن خلاص أصبح المسيطر على مجرة درب التبانة هو جمهور نادي الزمالك، وده لمجرد أنه فاز ببطولة دوري أبطال أفريقيا لا أكتر ولا أقل. فكل اللي بيحصل من تفعيل هاشتاجات وصفحات ومش عارف إيه، كل ده محاولة بائسة من مشجع يعني الدنيا كلها جت عليه، كل ما في الكون جه عليه من أجل أن يفوز النادي الأهلي بالبطولات ويبقى هو مشجع حزين بائس دائما. النهاردة شيكابالا البعض طلع اتكلم على تجاوزات في حق شيكابالا، وقلنا كلنا محدش يرضى بأي تجاوز لأي شخص أيا كان، أيا كان انتمائك، أيا كان انت بتشجع ايه، مفيش حد محترم يقبل بأي إهانة. فالنهاردة إمام عاشور هو شيكابالا صغير، إمام عاشور هو شيكابالا صغير وقدوته في الحياة أخلاقيا وسلوكيا هو شيكابالا. من حق إمام عاشور أنه يساند ويدعم شيكابالا في الأزمة بتاعته أو يدعمه دائما، لكن عيب قوي يا إمام يا عاشور أنك تقول على مشجعي النادي الأهلي اللي شتموا شيكابالا أو تجاوزوا في حق شيكابالا أن الناس دي أشكال وسخة، عيب قوي. يعني انت ليك فيديوهات قبل كده بتشتم ادارة النادي الاهلي ورموز النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي، وللأسف للأسف الناس اللي اتشتمت في الفيديو ما طلبتش او رفعت قضايا على امام عاشور بسبب التجاوزات. ففي صفحة منسوبة لامام عاشور على الفيسبوك قال لك انت كرة القدم يا شيكا، انت انضف وانقى واطيب عنصر في اللعبة يا شيكا، انت بالنسبة لنا النفس اللي بنتنفسه في الكورة، والله انا كنت هعيط وانا بقرأ الكلام يعني، ومتعتها احنا بنعتبرك اب واخ ولكل واحد منتمي للزمالك، انت مفيش كلمة توصفك توصف لك حب ليك وحبنا ليك، ازاي الاشكال الوسخة اللي بتشتمك دي صدقني ملهمش علاقة بالكورة نهائي، والله اللي يشوف شيكا وما يقدروش كرويا حتى لو مش منتمي لناديه يبقى ملوش علاقة بالكورة يا شيكا، ما تزعلش وما تشغلش بالك، احنا درعك وسيفك احنا ظهرك. طيب هو سؤال، لو فعلا الصفحة دي للاخ امام عاشور، سؤال لشوقي غريب، انت عايش معانا في الكوكب يا كابتن شوقي ولا ايه نظامك بالظبط؟ هو انت مش راح تلعب اولمبياد طوكيو ولا راح تلعب دورة رمضان؟ لو راح تلعب في بطولة الشوارع عرفنا، لان ما ينفعش ولا يليق ان انت عندك ماتش قدام اسبانيا، ماتش ضرب نار، واسبانيا الفريق اللي كان بيلعب في اليورو هو تقريبا الفريق اللي هيلعب قدام مصر في اولمبياد طوكيو، لان في اسبانيا فرقتها صغيرة في السن اغلبهم يعني حوالي 8 هيلعبوا في ماتش مصر. ومع هذا النهاردة احنا بنتكلم في يوم 19 قبل الماتش بثلاث ايام
واللاعب بتاعك مستخدم السوشيال ميديا. فين الحظر وفين النظام وفين القفل على الفرقة عشان تركز في ماتش مهم جدا قدام اسبانيا. طبعا الاخ امام عاشور طبعا يعني كل اناء ينضح بما فيه، لكن حابب اقول لك ان اصغر مشجع في النادي الاهلي يا امام عاشور هو انضف من شخصيات قذرة كتير ممكن تبان للمجتمع انها من صفوة المجتمع وكريزة المجتمع، لكن اصغر مشجع اهلاوي يا امام جزمته ورباط جزمته بمية من شخصيات كتير بتبان قدام الناس انها شخصيات محترمة لكن من جواها بتبقى اوسخ الناس. طيب تعال نروح لموضوع اخر سريعا. شادي عيسى النهاردة برضو هاجم جمهور الاهلي. طبعا جمهور الاهلي دلوقتي بقى اللي عايز يكسب بونت عند بتوع الزمالك يطلع يشتم في جمهور الاهلي او يهاجم جمهور الاهلي ويهاجم ادارات ولاعبي النادي الاهلي. شادي عيسى قال لك جمهور الاهلي مغرور، البعض منهم قليل الادب، عدل القيع بيمثل الغلاسة والشراسة، وقناة الاهلي مغرورة وتجرأوا على الزمالك وشتايم وسباب وتجاوز في حق جمهور النادي الاهلي. هل هيحصل اعتذار او تراجع من شادي عيسى؟ لا طبعا، هو قايل الكلام ده وقصده ليه؟ لان الكلام ده اللي بيأكل عيش، الكلام ده اللي اتعمل له برنامج بيه في الراديو. تخيل لما تبقى قناة مملوكة للدولة تكافئ واحد لمجرد انه بيشتم او بيتجاوز او بيهاجم ادارة الاهلي او لعبة الاهلي او جمهور النادي الاهلي. طيب تعال نروح لموضوع مهم جدا، بس قبل ما اتكلم في الموضوع دوت يعني يا جماعة بالنسبة لي رد الصفحة الرسمية لقناة النادي الاهلي على بيان نادي الزمالك انا شايف ان مفيش حاجة عيب، يعني هو بيتمنى ان احنا نلعب مع بعض السنة الجاية في نهائي افريقيا، هل ده عيب؟ هو قبل كده لما باير ميونخ، هذكركم بحاجة، لما باير ميونخ عمل للاهلي تهنئة في التاسعة وقال لك احنا ننتظرك في كأس العالم للأندية، وراح حطت لك صورة لنتيجة 8-2 بتاعة برشلونة في اسقاط اللي انا هشيلك 8 برضو في كأس العالم للأندية، هل انا كنادي اهلي اتقمصت؟ زعلت؟ قلت والله انتوا وحشين يا بتوع بايرن لانكم بترموا عليا كلام؟ اطلاقا اطلاقا، في نوع من الانواع الهزار الخفيف المقبول لمجرد ان صفحة الاهلي قالت احنا منتظرينكم السنة الجاية في نهائي افريقيا لاعادة النهائي الموسم الماضي، بتوع الزمالك اتقمصوا وزعلوا. طيب تعال نروح لموضوع اخر، موضوع بيراميدز وشريف اكرامي وازمة جديدة بالنسبة لي ولا حاجة، حاجة متوقعة جدا من نادي بيراميدز. النهاردة يا جماعة اندية كبار العالم، كبار اندية اوروبا، الاتحاد العربي، الفيفا، الكاف، الاتحاد المصري، وزير الشباب والرياضة، نادي الزمالك، اندية مصر في اندية كتير النهاردة تقدمت بتهاني للنادي الاهلي ومباركات للنادي الاهلي بالفوز بالبطولة العاشرة. كلام جميل، كون ان انت كنادي ما تتقدمش بتهنئة للنادي الاهلي ماشي يا سيدي مش مشكلة، كأن لم تكن، يعني عادي، مش لا هتزودني ولا هتقلل مني حاجة، ولا انا منتظر التهنئة بتاعتك، عادي جدا وحاجة متوقعة منك. لكن الغريب والمريب في الامر ان لاعب زي شريف اكرامي كان ابن من ابناء النادي الاهلي في يوم من الايام وطالع من ناشئين النادي الاهلي وكابتن من كباتن النادي الاهلي، لما ينزل تهنئة للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي بعد فوز الاهلي بالبطولة العاشرة، تيجي النهاردة تقول له شيل التهنئة دي اما هعمل لك غرامة 100,000 جنيه. والاخ هاني سعيد يقول له لو ما شلتش التهنئة دي انت بتلعب دلوقتي في نادي غير النادي الاهلي وملناش علاقة بالنادي الاهلي، وانت منزل تهنئة ليه للاهلي وافريقيا ومش افريقيا، ولو ما شلتهاش هنزل عليك غرامة 100,000 جنيه. فتحي اللي الناس بتدافع عن فتحي، واخد بالك لحد النهاردة وتقول لك فتحي وفتحي، فتحي على فكرة كان منزل تهنئة على انستجرام لكن خاف من غرامة 100,000 جنيه، قال لك الفلوس ابويا وامي واخويا وعمي وكل حاجة، فمسح البوست بتاعه بتاع التهنئة بتاع الاهلي.
لكن شريف إكرامي رفض أنه يمسح التويتة بتاعة تهنئة الأهلي. بالمناسبة تهنئة شريف إكرامي ما جابش سيرة إدارة الأهلي على فكرة، وأنا زعلان منه في النقطة دي، ويمكن مرضتش أتكلم عن التهنئة بتاعته مبارح بسبب أنه لم يذكر إدارة النادي الأهلي في التهنئة، قال لك جمهور الأهلي ولاعب النادي الأهلي فقط، ما جابش سيرة إدارة النادي الأهلي. لكن ده موقف يحترم من شريف إكرامي، وتم توقيع غرامة 100,000 جنيه على شريف إكرام. أي حد يجي يقول لي على علاقات محترمة بين الأهلي وبين أي نادي ما يحترمش الأهلي، اديله على دماغه، اديله على دماغه. وهنا أنا بوجه سؤال للملياردير الإماراتي سالم سعيد الشمسي مالك بيراميدز، فين حضرتك من الكلام اللي بيحصل ده؟ يعني بدل ما انت نفسك تتوجه بتهنئة لكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، بما ان حضرتك مالك لنادي موجود في مصر والاهلي كبير مصر كلها غصب عن الكل، بدل ما تتوجه ليه انت شخصيا بالتهنئة، هل يرضيك اللي بيحصل من النادي بتاعك اللي انت بتملكه من الادارة التنفيذية والادارة الرياضية للنادي بتاعك؟ هل ده عجبك؟ هل عجبك معادات اكبر جمهور في مصر وافريقيا والوطن العربي؟ مبسوط من المعاداه دي؟ مبسوط ان انت يبقى بينك مشاكل دايما بينك وبين النادي الاهلي؟ اعتقد ان بيراميدز عليه العديد والعديد من علامات الاستفهام، واللي لازم الاداره المالكه بقياده سالم سعيد الشمسي الملياردير الاماراتي انه لازم يتدخل اذا كان عنده نيه، عنده نية انه ما يكسبش عداوة النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي اللي بيقدر بالملايين. طيب ده اخر حاجة عن موضوع بيراميدز وعن موضوع اكرامي. بالمناسبة الاخ هاني سعيد اللي اتقمص وزعل من اكرامي انه نزل تويتة لتهنئة النادي الاهلي، هو هاني سعيد اللي قبل كده في ماتش النادي الاهلي لما اتغلب من النادي الاهلي السنة اللي فاتت تقريبا، طلع قلب الدنيا بعد الماتش، واحنا اتظلمنا ودي عادة ودي معروفة، واحنا بنخسر دايما بالحكام، والحد امتى هيفضل الحكام يجاملوا الاهلي؟ دي حاجة مع متوارثة من زمن ان الاهلي يكسب بالحكام ومجاملات الاهلي. في نفس البطولة والبطولة اللي بعدها الموسم اللي بعده مجاملات للزمالك فجة، هدف بيتلغي البيراميدز، ضربة جزاء غير صحيحة بتتحسب للزمالك بيتعادل في الدقائق الاخيرة، محدش شاف هاني سعيد بيرفع شماعة بيقول يا جماعة الحكام ما تكلمش عادي، اصل احنا والزمالك اخوات، سلامات سلامات سلامات، احنا والزمالك اخوات، احنا ولاد عم، نكسب نخسر مش مشكلة، انما الاهلي يكسب دي سنة سودة، يكسب ازاي؟ ده احنا معمولين اصلا عشان نعطل الاهلي، احنا مش عايزين بطولات، بطولات ايه وبتاعي؟ البطولات كتير، الاهلي بيكسب بطولات كتير، لكن احنا مش عايزين بطولات، يكفي بس كده ان اجي اعطلك في ماتشين وخلاص، بس هو ده المكسب الحقيقي بالنسبه لي. طيب تعال نروح ل يعني احدى المنتجات الغذائيه لاحدى الشركات الغذائيه الكبرى في مصر، واللي بيمتلكها رجل اعمال زملكاوي، جمهور الزمالك وخالد الغندور قبل كده كان شغلهم الشاغل هو اشمعنا الاهلي بياخد تورتة الاعلانات في مصر كلها، وليه شركات الاعلانات بتروح للاهلي، وليه محدش بيعبر الزمالك، ليه محدش بيقول تعالى شيكابالا اعمل لك اعلان، تعالى طروق اعمل لك اعلان، تعالى وينش، تعالى ساسي، تعالى بن شرقي، تعالى نعمل لكم اي اعلان. النهارده احدى الشركات المملوكة لاحد رجال الاعمال الزملكاوية بين قوسين عضو مجلس ادارة، عمل ايه او عمل ايه على الصفحة؟ نزل الصورة اللي هوريها لك دلوقتي، الصورة دي، نزل الصورة دي على الصفحة الرسمية بتاعته بتاعت المنتج، الصفحة دي عليها حوالي 2,400,000، كتب ايه عليها يا فندم؟ ها كتب ايه؟ تخيل، طبعا هو ملبس تشيرت احمر اسقاطا على النادي الاهلي، ورقم 10 البطولة العاشرة للنادي الاهلي، وماسك في ايده رغيف كايزر، كتب عليها ايه؟ بلاش بليلة
بلاش بليله، البليله دي اسقاط على مين؟ ايوه انتوا عارفين في الكومنتات هتقولوا ايه، بلاش بليله هات بتلاته كايزر، بلاش بليله دي في التاسعه، هات بتلاته كايزر في العاشره، وهات بالباقي قضيه ممكن، واخد بالك؟ اعتقد ان خالد الغندور لو شاف الموضوع ده يعني مش عارف هيحصل له ايه، اللي بقاله شهرين تلاتة سنة سنتين تلاتة بيطالب ان الزمالك يكون له نصيب في الاعلانات، شركة من شركات عضو مجلس ادارة ورجل اعمال منزلة صورة لمنتجاتها، لابس تيشيرت احمر للنادي الاهلي رقم 10 اذانا بالبطولة العشرة، بيقول لك بلاش بليلة هات بتلاتة كايزر، وماسك رغيف كايزر في ايده. طبعا هو بيشوف المكسب هيجي منين ويروح له، لان كان في خلال الفترة الماضية حملة كبيرة من جمهور النادي الاهلي على الشركة دي والمنتجات دي، ان لازم نوقف التعامل معها لانهم بيدعموا في صفقات الزمالك وتجديدات لاعبي نادي الزمالك. طيب تعال نروح لموضوع اخر. الاخ عمرو الدرديري، اخ عمرو الدرديري يقول لك ايه، بطولة افريقيا، انا اقول لك اول حاجة قالها على موسيماني، قال لك ما زلت عند رأيي موسيماني مدرب على قده جدا جدا والاهلي اكبر منه، واي مدرب يمسك الاهلي بيتوج ببطولات. على فكرة انت ممكن تاخد التصريح ده وتعلقه في وش اي واحد بياكل بليلة يقول لك الاهلي بيكسب بالحكام، الاهلي بيكسب البطولات مش بالحكام، الاهلي بيكسب البطولات لانه الاهلي نظام ومبادئ. رقم اتنين، الدرديري قال لك ايه، منزل على صفحته على الفيسبوك صورة لشيكابالا وهو بيشوت الكرة بتاعة القضية ممكن في ماتش القضية ممكن، الجون بتاع شيكابالا، قال لك يقوم من النوم يقول شيكابالا. تصدق فعلا جماهير الاهلي لحد النهاردة زعلانة من الجون بتاع شيكابالا وزعلانة وما فرحتش بالبطولة التاسعة يا درديري؟ فعلا احنا لحد النهاردة ما فرحناش بالبطولة التاسعة بسبب هدف في شيكابالا، وعمالين نقوم من النوم نصحى من النوم ونقوم وبتاع نعيط بسبب جون شيكابالا. الدرديري اللي قال نهائي افريقيا لا يليق بافريقيا ولا بالاهلي، بطولة افريقيا اصبحت اضعف البطولات، اضعف من البطولات المحلية، يعني الدرديري شايف الدوري وكاس مصر اقوى من بطولة افريقيا. طبعا انا مش مستغرب كلام الدرديري، لان في نادي اعرفه كسب بطولة اسمها السوبر المصري والسوبر المصري السعودي، قعدوا يحتفلوا شهور لمجرد انه كسب بطولة شرفية من ماتش واحد. فمش مستغرب الدرديري يطلع يقول ان ماتش بطولة افريقيا بقت ضعيفة، لما هي ضعيفة النادي بتاعك طلع منها بدري بدري ليه؟ الترجي خدك رايح جاي ليه؟ الترجي قالك تعال نروح ورا مصنع الكراسي ليه؟ ها؟ ما ترد. طيب لما بطولة الدوري قوية ما بتعرفش تكسبها ليه الا بعوامل خارجية؟ ما ترد يا دردير. طبعا هو عارف هو بيقول ايه وعايز يوصل لايه. خلصت اخبارنا، خلصتش حكايتنا، استنى كل ارائكم اكيد وتعليقاتكم. شكرا ليكم، سلام عليكم.